قوام حزب حماة الوطن اتجاهين رئيسيين ودايما بقولهم، اللي هو تمكين الشباب وتمكين المرأة. هي. لو خدنا الجزء بتاع تمكين المرأة، اهتمينا جدا بالمرأة المعيلة في مراكز الأمل اللي بنفتحها. بتعمل ايه بقى يا فندم المرأة المعيلة؟ أنا جاي لحضرتك. اللي اتفاجئنا فيه في تأهيل المرأة المعيلة ومساعدتها وكده، لا لقينا ذكور، في رجال كمان جايين وعايزين يشتغلوا. هايل. ونمدلهم ايد المعاونة. هايل. فبقى التشغيل بقى مش مقتصر على المرأة بس. هو الأساس المرأة طبعا، والكم الأكبر. تمام. بقى في شباب وبقى في رجال محتاجين يشتغلوا يشتغل. فوفرت لهم بالزبط. ده عظيم. المجالات كتير جدا. أنا مش عايز أقول لحضرتك، احنا طبعا توصلنا حتى الآن لتقريبا 13 مركز للأمل، وبنستهدف 100 قريب جدا. 13 على مستوى المحافظات. طبعا الكلام ده أعتقد في 10 شهور كنا وصلنا، يعني بمعدل كل شهر مركز أو اتنين بنفتحهم. أيوة. على مستوى المحافظات كلها. وبنستهدف المحافظات كلها، وهنوصل قريب جدا. هاجي أقعد مع حضرتك وهيبقوا 100 مركز إن شاء الله. الله. على مستوى من 13 ل100. إن شاء الله قريب. وقريب جدا. قريب هيوصلوا ل100 إن شاء الله. إحنا يعني انتهزنا اليوم وقلنا نقعد مع حضرتك يعني، وتلقينا الدعوة بمناسبة مرور عام تقريبا على صحيح. فتح الأمل واحد، اللي إحنا فتحناه في نفس التوقيت في شهر 8. صحيح. وكمان التوجيه بتاع سيادة الرئيس لما قال احنا عايزين نتخطى نطاق المساعدات العينية المباشرة الى النشاط التشغيلي، هو ده ده توجيه لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية. فاحنا الحمد لله بنعمل على هذه الشكلة، على طبعا بإمكانات حزب حماة الوطن. أيوة. وان شاء الله بنستهدف ننفذ هذه التوجيهات على مستوى 27 محافظة، وننزل للمراكز، وبعد المراكز ننزل للقرى على مستوى الجمهورية. هي. اللي أنا بقى يعني كحزب حماة الوطن بنخطط له إن شاء الله. إن كل قرى حياة كريمة هنفتح فيها إن شاء الله مراكز أمل. مراكز الأمل ده المخطط إن شاء الله، بنخطط لكده يعني. القرية تنتهي بنفس فكرة مركز الأمل الحالي اللي كان الهجانة سابقا، اللي كان الهجانة، اللي هو فكرة التشغيل للناس. فكرة التشغيل، والتشغيل مش بقى تطريز وبس ومشغولات يدوية، لا احنا تخطينا الكلام دوت لمشاريع صغيرة أو متناهية الصغر كتير جدا. يعني مثلا بعض المشاريع اللي فيها الزراعة بتاعة عيش الغرب مثلا، هو ده بقى البطاريات الأرانب. الله. يعني حاجات كتير جدا. مشغولات بنساعد بها المواطن، هو مش مطلوب منه حاجة، احنا بنقدم له كل حاجة وهو بيشتغل، واحنا بنسوق له وبتسوق له. طب افهم من ده يعني مثلا مهم. مثلا يعني ده دور مهم جدا، مهم الناس تعرفه. سي بطارية الأرانب مثلا بتكلف تقريبا، لو بتكلف 2000 تقريبا فوق أو تحت يعني طبقا للظروف، احنا بنوفر له الحاجة وبنديها بنجيب له البطاريه. بنجيبها له، بنجيب له الحيوانات او الارانب اللي بيبتدي يربيها. وبنساعده على التسويق، بتسوقوا له كمان. طبعا بتبيعوا له في نفس بقى القريه، من نفس القريه. لا على مستوى بقى اكبر يعني، على مستوى اكبر. ده مشروع عاملينه يعني، بتاخدوا المنتج بتاعه. وبتضمنوا له تسويق. بالظبط. ده مشروع صغير بس الحاجات دي هتكبر بعد كده، وهتبقى يعني هايل. ان شاء الله مشاريع ضخمه. هايل. بعد كده ان شاء الله. هايل. نفس الكلام على مستوى التطريز والصناعات.